مساء الخير واهلا بيكم مشاهدي في الجول ومتابعي في الجول في يوم جديد من لايف في الجول بعد نهايه اليوم الثاني من مباريات دوري ابطال اوروبا وماتشات الجوله الرابعه واللي شهدت اكبر فوز النهارده كان ريال مدريد كسب 6-0 جلاتا سراي. فخلينا نتكلم عن كل الماتشات اللي حصلت النهارده بشكل سريع جدا. انا معاكم رامي جمال ومعاكم اسلام احمد. ازيك اسلام؟ ازيك يا رامي؟ قولي شفت الماتشات ازاي النهارده؟ خلينا نبدا بالماتشات اللي بدات بدري. نبدا بيوفنتوس ولوكوموتيف موسكو، والتاني مره يوفنتوس بيكسب بصعوبه لوكوموتيف موسكو برضو، والمره دي 2-1 وجول حلو جدا من دوغلاس كوستا في الاخر. ليه يوفنت يعني على الرغم ان يوفنتوس اعتقد دلوقتي محتاج نقطه عشان يضمن التاهل، مظبوط او يعني ضمن التاهل بشكل كبير كمان بعد ماتش اتلتيكو. انا كنت بتكلم قبل ماتش اتلتيكو 10 نقط يوفنتوس في الصداره، وراء اتلتيكو 7 نقط، ليفركوزن 3 نقط، لوكوموتيف 3 نقط، فتقريبا يوفنتوس ضمن خلاص 99% 99 يعني. بس ليه يوفنتوس برضو بيعاني؟ يعني نفس الفريق قدر يقابل يوفنتوس بقوه تاني، ومره تانية الموضوع كان بشكل كبير مهاره فرديه في الجونين، يعني غلطه من الجون الاول في من حارس لوكوموتيف موسكو بيمسك الكره الفاول من رونالدو اللي رمسي كملها ورونالدو كان متضايق، الجون التاني مهاره بتاع دوغلاس كوستا اللي عدى وسط الدفاع. يوفنتوس ماله مع ساري؟ بصوا يعني خلينا نتفق ان هو يوفنتوس لغايه دلوقتي لسه ما وجدش التوليفه او الشكل المثالي اللي هو عايزه مع موريسيو ساري، سواء بيلعب 4-3-3 او 4-3-1-2، هو لغايه دلوقتي لسه ما وصلش لمين التشكيل الاساسي اللي يقدر يلعب بيه. يعني هل مثلا يلعب بباولو ديبالا تحت الاثنين مهاجمين، ولا يلعب النهارده بارون رامسي؟ هو كل ماتش بيلعب بخطه شكل، هو عايز يحقق نظام المدوره او اللي هو يبدل اكتر عدد من اللعيبه وكلهم يشاركوا، علشان لما يجي يوصل لاهم فتره في الموسم اللي هي في شهر 2 يلاقي ان كل اللعيبه بتقدر تنافس سواء على دوري الابطال او سواء على الدوري الايطالي. فلما تيجي تتكلم على ساري، هو لغايه دلوقتي لسه مش قادر يملك الفريق. احنا في نص الموسم يا اسلام، يعني خلاص احنا تقريبا احنا في شهر 11 فعليا، شهر كمان خلاص نص الموسم عدى، وهو لسه مش عارف هو عايز ايه. يعني ساري مش غريب على الكره الايطاليه، عارف يوفنتوس، انا فاهم فكره انه اللعيبه والكلام ده، بس هو مش غريب على الكره الايطاليه. يعني هو بالمفترض ان هو حسن السكواد بتاعه بتاع نابولي، حسن السكواد اللي كان معاه في تشيلسي، بعدين جيم فريق فيه رونالدو، فيه جوين، فيه دوغلاس كوستا، ديبالا، في ورا بونوتشي وكليني وديلخت، وانا عارف ان في اصابات، في الكساندرو، عايز ايه تاني؟ بص هي الفكره بشوف هو عايز ايه، هي الفكره في ان هو مثلا ممكن مثلا نتكلم على حته الدفاع. لا هو عنده مشاكل في الدفاع، عنده مشاكل في خط النص، مش قادر يجد التوليفه المهمه ليه في الفريق. فهي دي مشكله ساري، هو مش قادر يوصل لاحسن تشكيله مميزه للفريق في الوقت الحالي. طب انت 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 لا انت لا انت متوتر من يوفنتوس ليه؟ ولا عشان بتشجع ميلان؟ طيب لا مالهاش علاقه، هو صوتي للاسف. فهي الفكره ان هو ساري مش قادر يجد التوليفه المثاليه للفريق في الوقت الحالي. هو النهارده مثلا ارون رامسي في مركز لاعب رقم 10، بعد كده بيانيتش في مركز لاعب رقم 10، بعد كده بقول له ديبالا في اخر 10 دقائق، وشفنا كريستيانو خارج وهو متضايق وزعلان ومش عايز يخرج من الملعب. حتى ساري اتكلم بعد الماتش وقال ان هو عارف ان رونالدو كان عنده مشكله في ركبته، وهي دي اللي ادت ليه ان هو يخرج قبل 10 دقائق من نهايه المباراه. ان هو كان تقريبا زي تغيير احترازي في نفس الوقت، وعارف ان الفريق اللوكوموتيف قافل الملعب بشكل كبير عليه، وبالتالي هو دي كانت المشكله اللي حصلت في الاخر. حتى رونالدو لسه ما طلعش يتكلم، او مثلا ما نعرفش هل رونالدو كان متضايق بالظبط. انا كنت عايز اسالك عن الموضوع ده. هو حتى يعني هو خارج كان بيتكلم مع ساري بيشاور له برقم 2 بالظبط، ما حدش فاهم هو بيتكلم عن ايه. حتى رونالدو كان مريح الاسبوع اللي فات في مباراه جنوا، لا لعب قصدي انا اسف لعب في مباراه جنوا ورايح في مباراه بريشيا. احنا بنتكلم ان هل رونالدو هيبقى فيه هو المشكله يوفنتوس الفتره اللي جايه؟ هل ساري مش قادر يوظف رونالدو بالشكل اللي يخليه يظهر رونالدو اللي احنا عارفينه اللي بيسجل بال20 وبال30 هدف في الموسم في الدوري مثلا؟ بس فاكر انا اعتقد في لايف سابق انا وانت برضو بنتكلم على فكره انه رونالدو من ساعه ما ساري جه رونالدو رجع يبقى من ناحيه الشمال اكتر، هيجوين هو المهاجم الرئيسي، بعد ما كان رونالدو مع اليجري السنه اللي فاتت هو المهاجم الرئيسي. ده ممكن فعلا يكون مسبب ازمه ليه ان هو بعيد عن الاجوان؟ لا بص هو هيجوين هو يدور مهاجم رقم واحد او الافضل دايما اللي ساري يحب يعتمد عليه. مشكله رونالدو ان هو النهارده بتيجي تبص مثلا على رونالدو مع ساري، لعب في مركز الجناح، لعب في مركز المهاجم، بيلعب في مهاجم، بيلعب لعب تحت المهاجمين. فهو ساري لسه زي ما قلت لك مش قادر يجد التوليفه المناسبه للاعيبه يوفنتوس. هو لغايه دلوقتي مش قادر يشوف ايه الخطه اللي تنفع الفريق وايه الشكل اللي يقدر يوصل بيه بافضل طريقه. الفريق بيعاني، كان السنه اللي فاتت الناس بتقول اليجري
لا لا الفريق قوي على الدفاع، بس بنوصل بالعافيه، بنكسب ماتشات 1-0 كتير دلوقتي. اه يوفنتوس بيكسب وما بيخسرش ولا ماتش مع سادي لغايه دلوقتي، لكن برضو في معاناه. الناس مش حاسه ان هو ده، لا الاداء اللي هم متوقعينه من واحد زي سادي كان عنده بيلعب كوره هجوميه جميله جدا. طيب خلينا ناخد كومنتات الناس بس سريعا كده. الديب احمد كاتب بيقول ميلان وقلب مكسور، اسلام بيشجع الميلان، وبصوا يعني لو فتحنا في ميلان اسلام هيعيط مننا في اللايف دلوقتي. ف الحمد لله يعني بص اه فميلان ممكن نتكلم عنه بكره في الدوري الاوروبي كمان، او نتكلم عنه يوم السبت يعني. بص كلنا بنعاني حاليا مع بعض فعادي يعني، فا او يوم السبت. فالديب خليك معانا في اللايف التاني وهنتكلم اكيد عن ميلان. اسامه التويصة بيقول مساء الخير، اتكلموا عن الريال واللي عمله رودريجو، ايه رايك في رودريجو النهارده؟ كان يومه هاتريك اسيست لبنزيما، يومه في احلى حالاته يعني. بص يمكن هو رودريجو بدا ياخد مكان فينيسيوس جونيور، يعني احنا لو بنيجي نتكلم لو هنعمل مثلا مقارنه الاثنين في نفس السن، ورودريجو لسه منضم جديد على ريال مدريد بدل وفينيسيوس جونيور كان موجود من السنه اللي فاتت، لا رودريجو بيعمل انطباع اقوى من فينيسيوس مع ريال مدريد، انه بيسجل في دوري، سجل قبل كده مع ريال مدريد في الدوري من اول في اول ظهور ليه مع الفريق الاول، دلوقتي بيسجل هاتريك في اول مباراه ليه مع ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في دوري ابطال اوروبا بيشارك فيها بشكل اساسي. فانت بتتكلم انه بقى تاني اصغر لعيب بيسجل هاتريك في دوري الابطال، تاني اصغر لاعب برازيلي بيسجل هاتريك في دوري الابطال، احنا بنتكلم ان هو يعني هو اكتر لاعب دلوقتي ممكن نقول عليه ان هو مستقبل ريال مدريد، اللي هو اللعيب اللي جمهور ريال مدريد شايف فيه حاجه قويه جدا. الراجل بيسجل وما عندوش الرهبه اللي كانت مثلا موجوده عند فينيسيوس، مش موجوده عند اللعيبه الشباب اللي موجوده في ريال مدريد، لا بالعكس هو بيلعب عادي جدا وما عندوش اي مشكله وما عندوش اي تخوف، وده ظهر من تحركاته من الاهداف اللي بيسجلها علاقته مع اللعيبه. انا بحبه جدا، بحسه من اللعيبه اللي بتاخد الكره بتروح على الجون دايما، يعني مش من اللعيب اللي بيقعد يلف ويدور كتير. يعني من اللي شفته النهارده مثلا بشكل كبير مش هقدر احكم على الموسم اللي جاي من مدريد قوي، بس هو بحس ان اللعيب اللي هو دايما عايز يهاجم، عايز ياخد الفريق لقدام، دي ميزه حلوه في اي لعيب. صح طبيعي، خصوصا ان هو لسه 19 سنه، فبتتكلم عن واحد لسه 19 سنه وعنده الحميه ديت وعنده الفرصه ان هو لازم اروح اهاجم واسجل، لا فديت حاجه كان ريال مدريد مفتقدها في الفتره اللي فاتت، خصوصا ان هو عنده بعض المشاكل الهجوميه، هازارد مثلا ما بيسجلش، بنزيما في مباراه بيبقى في التوب فورم ومباراه ثانيه لا لا، فريال مدريد بقى عنده خيارات هجوميه كتير، ورودريجو هيبقى ممكن نقول ان هو هيبقى الاسم الابرز في الموسم الحالي لو كمل بنفس المستوى ده مع ريال مدريد مع كريم بنزيما. يعني ظاهر ان في تفاهم بينهم هما الاثنين، النهارده بنزيما سجل هدفين ورودريجو سجل ثلاثه، يعني بنتكلم عن 5 اهداف بينهم هما الاثنين. اه جالاتا سراي مش في احسن حالاته خصوصا على سواء محليا او اوروبيا، يعني الفريق هو فيه اسماء كتير حلوه، لكن لما تيجي تشوف الفريق على ارض الملعب لا الفريق يعني مش ده الفريق اللي تقدر تقول عليه ان هو هيعمل حاجه في دوري الابطال، بالعكس ما سجلش ولا هدف في دوري ابطال اوروبا ويعتبر من اضعف الفرق دفاعيا. فاحنا بنتكلم على ان ريال مدريد لا يقدر يستغل بقى المباراه دي كدفعه معنويه للفتره الجايه اللي بقت واللي مش بقيت الموسم على الاقل لغايه نهايه الدور الاول مع تذبذب مستويات الدوري في الدوري الاسباني. خلي اكمل باقي كومنتات الناس. في احمد علي بيقول ممكن تحفظ بدل ما انت ماسك الموبايل، ملحوظه مهمه، انا بقى ماسك الموبايل عشان اقرا كومنتاتكم يا احمد والله، يعني مش عارف اجيب الكومنتات من مكان تاني، فانا معلش استحملنا يعني. في محمد غلبي يقول اهلا وسهلا بيك. محمد يسري ناسي زميلنا محمد يسري جاي بيقول لي عايز اسال رامي عن رايه في عوده تشيلسي ضد اياكس. حلوه يا يسري كويسه عادي يعني حصلش اي حاجه. وبعدين الجزء الثاني من سؤال، هل مانشستر يونايتد كان يقدر يحقق نفس النتيجه لو اتاخر بالنتيجه 4-1؟ اه يا يسري هنرجع عادي مش مشكله. يونس فرج بيقول انا من وجهه نظري ساري مدرب كبير لكن مش ملائم ليوفنتوس، حرام يبقى معاه نجوم كده وما يقدرش يستغلهم بالطريقه المثاليه، وازاي يخرج رونالدو. يعني يونس احنا تقريبا جاوبنا على موضوع رونالدو، لسه مش عارفين ايه السبب، هل الاصابه، هل في مشكله خلاف، لكن هو يونس مقتنع انه ساري، هو ساري بره خرج رونالدو ليه في اخر 10 دقايق يعني عشان تبقى دي الاجابه السهله للناس كلها. هو ساري بره قال ان هو كان عنده مشكله في الركبه وسببها ان هو فكر ان هو يريحه الاسبوع اللي فات، وعلى علشان كده هو خرجه في اخر 10 دقايق، وحتى سر المباراه ما كانش يساعد رونالدو. اه اكيد رونالدو محدش قدر يعني يزايد عليه ان هو ممكن يسجل هدف في اي ثانيه، لكن هو رونالدو فعلا كان مش ظاهر بشكل كويس قوي في المباراه النهارده. تمام. عندنا بعد كده احمد يوسف بيقول ليفربول عمل ايه في ماتش يوم 17 اللي قبل كاس العالم للانديه ضد ماتش استون فيلا؟ يا احمد هو الماتش دلوقتي المفروض انه اسمه ايه ده استون فيلا، الماتش هيتفق ليفربول هيلعب بفرقتين مختلفين، هيبقى في فرقه في قطر وفي فرقه في انجلترا، بس احسن سكواد موجود متاح
بعد الاتفاق مع رابطه الانديه الانجليزيه، فليفربول هيلعب الماتش يوم 17 مع استون فيلا عادي، وتاني يوم هتلاقي ليفربول بيلعب في كاس العالم للانديه دور نص النهائي، مفيش مشكله. عند كده محمد طارق بيقول على قارب الساعه ما ترجعش لورا، رونالدو مش هيأدي كجناح زي زمان، منتهى الغلط انه يلعب كجناح. انت ايه رايك في ده؟ ما هو خلاص، ما هو يعني هو ساري ما بيعتمدش عليه كجناح، وساري بيعتمد عليه كمهاجم تاني جنب هيجوين او ديبالا، لكن هو بعيد، بس هو ابعد يعني. ابعد بيضطر يبذل مجهود بعيد عشان يجي من الناحيه الشمال. طبيعي جدا يعني، هو انت لما بتحط اثنين مهاجمين جنب بعض على الاقل لازم لو هيجي فرص 10 فرص هيبقى 5 هيجوين و5 رونالدو. هي رونالدو هيسجل 3 مثلا، غير لما يبقى رونالدو بيجي له ال 10 فرص بيسجل منها 7 أو 8. فهي دي الفكره، ان بقت الفرص متساويه لاكتر من اسم، فعشان كده هنلاقي دايما ان رونالدو معدله التهديفي بيقل لغايه لما يبقى هو مهاجم يوفنتوس الوحيد، او هو الرقم واحد في خط هجوم يوفنتوس. بعد كده عندنا اسامه بيقول شكرا على قراءه التعليق، شكرا ليك على ان انت متابعنا دايما. بعد كده محمود ابو حسن بيقول هل توتنهام قادر يوصل دور 16؟ اعتقد توتنهام خلاص بشكل كبير ضمن، يعني 7 نقط والفرق ما بينهم وبين بايرن ميونخ 5 نقط، يعني بايرن 5 نقط وريد ستار بلجراد وراه ب4 نقط وفضل ماتشين، يعني خلاص الموضوع منتهي. المهمه منتهيه بالنسبه لتوتنهام، يعني هو فوزه على ريد ستار خلاص، يعني الذهاب وعوده النتيجه 9-0 في مجموعه الماتشين سهل عليه حته ان هو ما يحطش في يعني الفريق ما يحطش في دماغه ان لو تعادلنا مع ريد ستار بلجراد في اخر جوله مثلا فهنخرج او لا. هو توتنهام يعتبر حط رجله مع بايرن ميونخ في دور ال 16. خلينا تاني، يوسف رمضان بيقول بحبكم قوي على فكره، شكرا يا يوسف تسلم. ما مسعد حسن بيقول هل ليفربول قادر على الحصول على كاس العالم للانديه؟ دايما متهالف كاس العالم للانديه المرشح الرسمي بيكون بطل اوروبا بطل امريكا الجنوبيه. ما ده طبيعي، وليفربول يعني حتى لو السكواد الحالي قوي جدا، بطل امريكا الجنوبيه لسه اتحددش سواء ليفربول او فلامينجو. لا فهو ليفربول قصدي هو المرشح الابرز طبعا ان هو يفوز باللقب في ظل الاسماء اللي موجوده يعني. مصطفى بيقول انتوا مين؟ طيب يا مصطفى لو رجعت كنت معانا من اول لايف، انا رامي جمال ده اسلام احمد، احنا من محرري في الجول بس كده، ولو متابعنا كل يوم فهتلاقي معاك لايف كل يوم من في الجول، انا او اسلام او اي من زمايلنا من في الجول. بعد كده معانا ضياء بيقول ليه طلع هازارد وعمال يعيط كتير، بس مش عارف انا هازارد فيه مشكله كبيره يعني ماله هازارد؟ بص هو هازارد لسه ما دخلش في توليفه ريال مدريد وفي الشكل الهجومي بتاعه، فلما تيجي تبص على الفريق هازارد بيقدم، والنهارده مثلا هو اكتر لاعب عامل مراوغات في المباراه، لكن مش هو هازارد بتاع تشيلسي. لسه محتاج وقت للتاقلم، ده طبيعي الدوري الاسباني ولا الضغط المحطوط عليه، ومحتاج وقت للتاقلم، محتاج ان هو يسجل اهداف تزود ثقته في نفسه اكتر. ده هو كان موجود يعني، كان خلاص هو في تشيلسي كان هو رقم واحد وما كانش حد بيقدر ينافسه في مهما عمل في تشيلسي، لكن هو في الوقت الحالي هو محتاج ان هو يثبت اقدامه اكتر مع ريال مدريد، واعتقد بس ان هو الموضوع محتاج شويه وقت، هدف او اتنين ليه تاني هيساهمه بشكل كبير، خصوصا ما ننساش ان بدايته مع ريال مدريد بدات متاخره، لان هو اتصاب قبل ما بدايه الدوري الاسباني بيوم او اتنين وغاب بسببها شهر او شهر ونص عن بدايه موسم مع ريال مدريد، فهو يعتبر داخل كمان متاخر عن بقيه زمايله في الفريق، فممكن يكون ده سبب من اسباب يعني ان زيدان ما بيعتمدش عليه بشكل اساسي لغايه دلوقتي. طيب خلينا ناخد سؤالين كمان عشان ما نطولش على الناس النهارده يعني. اسعد هلال بيقول دوغلاس كوستا وبس. بعد كده في محمود نجوي بيقول هل زيدان يجب ان يغادر ريال مدريد؟ لا دي صعبه شويه، يعني ريال مدريد زي ما هو بيعاني محليا واوروبيا او النتائج مش مظبوطه بشكل متتالي، لا فهو برده نفس الكلام بيعاني منه برشلونه، نفس الكلام بيعاني منه اتلتيكو مدريد، فالانديه الاسبانيه عموما في السنه دي او من السنه اللي فاتت كمان بدانا نحس ان الانديه الاسبانيه بدات تفقد قوتها، ما بقتش هي الانديه الاسبانيه اللي بنشوفها بتكسب كل المباريات وبمنتهى السهوله. فريال مدريد مع زيدان اعتقد لا ان الفريق محتاج وقت، خصوصا مع الصفقات الكتير اللي اتعملت، مع التغييرات اللي زيدان بيفكر يعملها مع الوقت ومع ارتفاع معدل السن ومع محاولاته في ان هو بيجيب لعيبه صغيره وبيدخلها في المجموعه، فلا ما اعتقدش ان لسه بدري او ان ممكن نقول ان زيدان يمشي او لا يعني. طيب بقى في سؤال اخير ناخده بقى عشان ما نطولش، زي ما قلت لك مين يعني هو لسه بدري، بس هو بيساله مين متوقع بطل دوري ابطال السنه دي؟ من اللي انت شفته لحد دلوقتي السنه دي؟ لا صعب الصراحه يعني، ما تقدرش تقول مثلا يعني تيجي تقول ليفربول، لا ليفربول ما بيقدمش الاداء المقنع في دوري الابطال، مانشستر سيتي نفس بس ليفربول بيعرف يكسب يعني، انا دايما كنت اشوف يورجن كلوب كان بيقول حاجه، ليفربول بقى بيعرف يكسب 1-0، بقى فريق رخم بلغه الكوره انه يجيب الجون ويموت عليه، يجيب 2-1 وهيكسب بال 2-1 عادي جدا. كلوب ادى للفريق الشخصيه دي ان انت تقدر تكسب اي مباراه مع قرابه، اي مباراه فيها مشاكل تقدر تكسبها. مانشستر سيتي فريق برضو بقى عنده خلاص الخبرات يعني 3 سنين بتخرج من الادوار الاقصائيه، باريس سان جيرمان فريق قوي حتى لو ما فيهوش اقوى نجوم العالم زي السنين اللي فاتت ما كنا بنشوف، لا الفريق متوازن وبيقدم شكل كويس جدا في دوري الابطال. برشلونه طبعا ما ينفعش تخرجه، ريال مدريد يوفنتوس
بايرن ميونخ حتى لو ما عندوش مدرب في الوقت الحالي، لكن مع الوقت هيبقى فريق منافس. فلا الموضوع مفتوح ولسه بدري قوي يعني ان احنا نقول مين بطل دوري الابطال. خلينا بس نقول الحاجه الاخيره برضو عن ارسنال، والنهارده ارسنال كان بيلعب في الدوري الاوروبي، الماتش اللي اتقدم 24 ساعه مع فيتوريا جيمارش البرتغالي، وتعادل 1-1، وامري مشاكله بتزيد كل يوم. بص هي ارسنال هيفضل يعني هو بنفس الدوامه بسبب الاختيارات الخاطئه من البدايه، يعني تاخير رحيل ارسن فينجر، التعاقد مع اوناي امري، مش ده المدرب في وجهه نظري انا، مش ده المدرب اللي يخلي ارسنال يبقى فريق بطولات. هو كان فريق بيبني بس يعني ممكن، هو ممكن يبني الفريق لكن مش هو الفريق اللي هو ارسنال ظاهر بشكل يعني مش من الشكل اللي مقنع، يعني مثلا مش بيكسب ماتش او 5-6 ماتشات وممكن يتعادل ماتش، لا ماتش فوق ماتش تحت، ماتشين ثلاثه تحت وماتش فوق. فانت مع اوناي امري انا مش شايف ان الفريق مرضي، مفيش تحسن ارسنال، مفيش تحسن عن اللي كان ارسن فينجر ممكن يعمله مثلا لو نفترض ان هو مستمر. تمام بس كده، ف يعني في حاجه ثانيه عندك نقولها ولا كده؟ تمام. لا يعني احنا كفايه ان احنا طالعين متاخرين واتكلمنا سريعا عن مباراه دوري ابطال اوروبا، فشكرا للي اتفرجوا علينا وشكرا ليك يا رب. شكرا ليك يا اسلام، وشكرا ليكم، واستنونا بكره في لايف جديد من لايف في الجول. شكرا شكرا.